ماذا يحدث وماذا حدث وما سوف يحدث؟ إنها قد تكون تلك الأشياء أو الجوانب التي أعيشها هي ماضي وحاضر ومستقبل، ما يمكن أن يكون في مرحلة يعيشها الآن ومن تلك الأحداث التي تحدث من حوله، وما قد حدث في السابق بناء عليه سوف تكون لديه خبرته، تجاربه، علمه، رؤيته، تصرفه، شخصيته، انطباع الآخرين عنه، إمكانياته وقدراته، كل تلك قد تحددت مسبقا وما وصل إليه، وقد يكون ما زال في مرحلة من تلك التجارب أو القيام بالدورات أو أخذ التدريبات أو إلقاء التدريبات، أو ما قد يكون متشابه أو يختلف مع الآخرين ممن حوله، ممن ينتمي إليهم في جماعة أو مؤسسة أو شركة أو منظمة أو مدرسة أو هيئة، كل تلك الأشياء التي يجد الإنسان نفسه بها في مجتمعه، كيف يقضي وقته، نهاره وليله، كيف علاقاته مع من حوله، أهله المقربين، أصدقاء وجيرانه، علاقاته مع الناس، مع مختلف تلك المستويات، الفئات الكبير والصغير، الناس المختلفة التي قد يحتك بها نظر لوضعه في أو مركزه، سواء كان في السوق أو في شركة أو في ما يمكن أن يكون فيه احتكاك بصورة أخرى مع الآخرين بشكل مباشر وجه لوجه أو عبر قنوات الاتصال الشرعية، من تليفونات، من مكاتبات، من مراسلات، من أجهزة إعلامية وخلافه. إننا إذن بذلك نجد أن هناك تلك الحالة التي يجد الإنسان نفسه. من على ذلك لو يكون هناك أيضا رؤية واضحة في المعالم بشكل أو آخر، بشكل ملحوظ معروف مؤكد، أو بشكل مجهول أو مشوش أو فيه ضباب لا يمكن رؤيته بشكل واضح عن المستقبل، المستقبل الذي الكل ينظر إليه، الكل ينظر إلى مستقبله بناء على وضعه الحالي وما يقوم به من أداء الواجبات، من تعلم، من عطاء، من خبرة، من إعدادات، من كل تلك الأشياء التي يؤديها يمارسها بصورة أو أخرى، يعني إما ينتظر أجرا مباشرا أو خبرة أو علما أو معرفة أو جوائز أو تقدير أو شهادات أو خلال ذلك مما يكون له دوره المادي أو المعنوي في حياته. هذا هي بلا شك حياتنا التي نعيشها في أي مجتمع من المجتمعات.